على هاشتاج انا صاحب الكوره، برايك مين هو رجل مباراه ليفربول بيرنلي ويوفنتوس نابولي؟ محمد صلاح يفعل كل شيء دون التسجيل، والريدز يكتفي بثلاثية أمام بيرنلي لمواصلة صدارة البريمير ليج. بدأ الريدز بأدريان وقدامه 4-3-3، فان دايك وماتيب قلبين دفاع، على يمينهم أرنولد، على شمالهم روبرتسون، قدامهم هندرسون، فاينالدوم، فابينيو على الدايرة، قدامهم على اليمين صلاح، على الشمال ماني، خلف مهاجم وحيد روبرتو فيرمينو. هتكلم في البداية عن الريدز هجوميا. لاحظوا معايا هنا مين اللي سقط بين الخطوط عشان ينقل الهجمة؟ فيرمينو، اللي كل ما بيتحرك في المساحة دي بيصنع الفارق وبيقدر يخلق مساحات في العمق لصلاح وماني. هنا هندرسون اللي في رأيي واحد من نجوم المباراة في التكملة الهجومية عشان يساند فيرمينو وينقل الهجمة لأنه جاي منطلق بوشه. الميزة اللي بيتميز بيها الريدز مع كلوب وهي سرعة استخلاص الكرة من أقرب نقطة في مناطق المنافس. لاحظوا دور وسط الملعب في الافتكاك وبناء الهجمة، وخدوا بالكوا هنا من تحرك هندرسون. هنا صلاح سحب المدافع معاه لجوه، وهندرسون اتحرك في ظهره عشان يلاقي مساحة يقدر يعمل بيها عرضية. بتكملت الكلام على هندرسون، دور دفاعي رائع للدولي الإنجليزي. كلوب يقول لك ما انا مش هخسر مجهود صلاح في الدفاع. لا، تعالى لي انت بقى يا عم هندرسون واعمل الناحيتين هجوميا ودفاعيا. ده غير الجبهة الهجومية اللي اتعملت عشان يواجه ليفربول كثافة الضغط من بيرنلي، اهو 3-3، بحيث يقدر يجمع اللعب في منطقة معينة ويخلق مساحات عكسية ينقل بيها اللعب. نسيبنا بقى من ليفربول الهجومي اللي محدش يختلف عليه، لكن تعالوا نشوف ليفربول الدفاعي. كل اللي فات حمادة، وكل اللي جاي حمادة تاني خالص. عشان تلعب دفاع متقدم عايز حاجة من الاتنين، تلعب ضغط عالي وتعمل تنسيق في كشف الأوفسايد، وده ولله الحمد مش حاصل أبدا. بصوا المنظر هنا، وهنا دايما في مهاجم بياكل عيش على متيب وبيتحرك في ظهره. تعالى لي يا فرح، ايه ده؟ طب فان دايك دخل مع المدافع هنا، روبرتسون يا حبيبي بتعمل ايه ورا؟ المفروض حضرتك زي الشاطر تكون هنا عشان البي اللي ماشي لوحده ده ما تجيلوش الكوره في المساحه دي. ايه ده؟ ده انتوا نقطه. عشان تقابل الريدز لازم تقفل الاطراف كويس جدا، وعشان تقفل الاطراف في حل انك تهاجم انت كمان من اطراف الملعب، بحيث تلجم الباكين بتوع المنافس وتخليهم يعملوا ألف حساب قبل ما يتقدموا هجوميا، وده اللي عمله بيرنلي النهاردة. لاحظوا معايا الكرة الطويلة ملعوبة فين؟ في ظهر روبرتسون، عرضية خطيرة جدا، وكالعادة نجم المباراة في رأيي هو اللي شالها. وحش روبرتسون مش كده؟ طب ادي يا عم أرنولد كمان. المسألة مش مسألة ان فلان وحش عشان بتتلعب الكرة في ظهره، لا، المشكلة في ان هل المدرب ده بيقدر يحمي ظهر اللاعب ده ولا لا. يعني هنا هندرسون قايم بدوره على اكمل وجه ومغطي ظهر ارنولد، فانت لو ما تعرفش الفرقة دي هتقول على هندرسون انه باك يمين صريح. بص للإصرار والقوة. جميل ان ليفربول ماشي بمبدأ المكسب بيجيب مكسب، لكن مشاكل الفرقة هي هي، خلل وعدم انسجام دفاعي، وده هيبان اثره في الماتشات التقيلة سواء في الدوري او في دوري الابطال. احصر يا كلوب. بعيدا عن بلد الضباب ومهد كرة القدم، اليوفي يقتنص 3 نقط غاية في الأهمية من محاربي نابولي في قمة ماراثونية مجنونة. بدأ اليوفي بتشيزني وقدامه 4-3-3، بونوتشي وديليخت قلبين دفاع، على يمينهم ديتشيليو، على شمالهم ساندرو، قدامهم خضيرة، بيانيتش، ماتويدي في وسط الملعب، قدامهم على اليمين كوستا، على الشمال رونالدو، خلف مهاجم وحيد هيجوين. قبله نابولي بميريت وقدامه 4-4-1-1، مانولاس وكوليبالي قلبين دفاع، على يمينهم لورينزو، على شمالهم فوزي غلام، قدامهم زلنسكي وألان على الدايرة، على اليمين كايخون، على الشمال لورينزو إنسيني، رويس في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد ميرتنز.
في البداية كانت مشكلة نابولي هو ان مفيش دور واضح لوسط ملعبه دفاعيا وهجوميا. يعني لاحظوا هنا مثلا رونالدو انطلق وداخل قلب الملعب ومحدش بيقول له رخصك مثلا ولا اي كلمة. وادي كوليبالي اوعى القطر اوعى القطر يا عم الحاج. تاني هنا كوليبالي هو اللي خرج مع هجوين. ولاحظوا هنا سامي خضيرة فين وفي مساحة قد ايه. بتكملت الكلام على وسط الملعب سامي غديرة راح يمين وشمال وتصور وعيلته كلها شافوه في التلفزيون ومحدش من نابولي حب يظهر معاه في الكادر وقالك يا عم سيبه. ايه ده حسن ده صغير ما تخافش ومش سام كمان. نفس المشكلة مفيش ضغط من وسط الملعب مفيش مساندة للدفاع بالتالي سجل هجوين واحد من احلى ان لم يكن احلى هدف في الموسم لحد دلوقتي. ايه ده التعابة والحلاوة دي اقسم بالله. هنا هيجوين خرج على الطرف عشان يستلم من كوستا ويسحب معاه كوليبالي فيوسع المساحة بينه وبين فوزي غلام. بصوا المساحة قد ايه وهنا شيء ونقيده دور وسط الملعب اللي بيعمل الاضافة. هنا سامي خضيرة استغل المساحة في العمق وكان هيقتل الماتش في 45 دقيقة الاولى. وعلى سيرة الدور اللي عمله خضيرة يا ترى خضيرة بس اللي كان بيربط الخطوط وبيقدم الزيادة الهجومية؟ اكيد لأ طبعا. في هنا واحد في نظري من اهم لاعيبة العالم في مركزه وهو بليز ماتويدي. هنا ماتويدي قطع مع وسط الملعب في المساحة دي عشان يبقى حلقة الوصل بين ساندرو ورونالدو وبسرعة كبيرة ضرب الدفاع ووصل رونالدو المنطقة خطيرة ورونالدو ما شاء الله رجله عارفة مكان الشبكة حتى لو مش باصص. ودور مهم برضو في البيلد اب. لاحظوا ماتويدي الاول هنا عامل مثلث مع ساندرو وبيانيتش ولما اتنقلت اللعبة على الطرف اتحرك في ظهر وسط الملعب عشان يعمل مثلث تاني وينقل الهجمة بسرعة. طب يا عم الحاج جميل دور وسط اليوفي هجوميا جميل وزي الفل انما دفاعيا بقى ايه؟ تعال سيدي خد عندك كماشة ما انت مش هتعدي يا الكورة يا المهاجم وسع وصلي على النبي. بصوا العقل اقطع وابني هجمة. النقطة اللي اتكلمنا عنها في اليوفي يقدر نابولي ينفذها. هنا في ضغط ثلاثي على انسيني وغلام في برضو واحد من اهم لاعبي العالم في مركزه وهو البرازيلي ألان اللي قدر يستغل المساحة اللي في الزون 14 وسد التسديدة حكاية. وده اللي بنى عليه انشيلوتي حسن الانتشار العرضي. ولاحظوا هنا الرباعي والسرعه اللي بقت موجوده في نابولي قدر يضرب وسط ملعب اليوفي ويحطهم تحت ضغط وتقريبا نفس المساحه اللي هي زون 14 اللي محدش بيضغط فيها من اليوفي تاني. بس لاحظوا الكثافه اللي ما كانتش موجوده في الشوط الاول. وادي اهو التركيز على اللعب في ظهر ساندرو عشان يلجمه شويه فحط زيلينسكي قدام روي عشان يعملوا جبهة هجومية نارية. في النهاية عزيزي المشاهد يبدو ان متعة كرة القدم تحولت من السرعة الى القوة من انجلترا لايطاليا للاسبوع الثاني على التوالي مباريات مجنونة ومتعة مع الساحرة المستديرة.